باسم الأب والابن وروح القدس، الإله الواحد، آمين. سؤال: ماذا أحضرت المسيحية إلى العالم؟ وما العالم؟ ماذا سيكون شكل العالم من غير المسيحية؟ طبعاً من غير المسيحيين. أرد من النهاية، من الآخر. انظروا إلى التقدم في عالم اليوم، التطور، التكنولوجيا كلها أو لنقل معظمها من العالم المسيحي. الكهرباء، الهاتف، عالم الحاسوب، الطائرات، السيارات إلى آخره. قد يقول قائل: لا، هنالك يهود هم وراء كثير من الاكتشافات أو الاختراعات. نعم، ولكن يهود غربيون، يهود يعيشون في الغرب المسيحي، مسيحي الأصل، مسيحي التراث، مسيحي التقاليد، رغم فيه أيضا من انحرافات ضد المسيحية. يعني الانحرافات اللي في الغرب هي ضد المسيحية وليست من المسيحية، بما أن السيد المسيح له المجد والمسيحية تطلب المحافظة على الوصايا العشر والقيم. وأيضا المصادر الإسلامية تشهد لنا أننا نحن المسيحيين أو النصارى نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر ونصارع في الخيرات. هذه الثقافة، الحضارة، الفلسفة، التقدم العلمي، القوة الأدبية أو التطلع الأدبي، هذا من المسيحية عامة ومن الأديرة، من الرهبنات خاصة. وإذا قرأنا إنجيل يوحنا الآية الأولى، طبعا اقرأ المكتوب من عنوانه: إن أرخي إن أولوغوس، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كلمة الله هي الله نفسه. يعني هذه الآية تدل على أن الفلسفة اليونانية من إغريقية وهلينية، إغريقية قديمة وهلينية، صهرت في بوتقة الوحي والإلهام في الوحدانية اليهودية المسيحية. إذن كما يقول قداسة البابا مبارك بنديكتوس السادس عشر، أن تمت هنالك مصالحة، خصوصا في إنجيل يوحنا وفي رسائل القديس بولس، بين الفلسفة الإغريقية والرومانية والفكر الوحدوي التوحيدي المسيحي أو اليهودي المسيحي الخريستولوجي. خريستولوجي يعني الذي يتكلم عن السيد المسيح. لنأخذن أيضا من ناحية الشرق الأوسط أيضا، في الشرق الأوسط أيضا أول مؤسسات، أول مدارس، أول دور للأيتام، أول مستشفيات، أول مراكز لمحو الأمية، من أسسها المسيحيون، وبالذات الكنيسة، وبالذات الكنيسة الأرثوذكسية وشقيقتها الكاثوليكية. الآن نأتي إلى مبادئ أوسع من ذلك، وهي مبادئ الأخوة الشاملة لبني البشر. بما أن في اليهودية أحيخة تعني أخوك اليهودي، فكرة الأخوة الشاملة لكل البشر، فكرة أنه كل البشر أبناء لله وبنات له، من غير أي تناسل جسدي من ناحية الله، لأنه الله ليس جسدا. هذه فكرة مسيحية
مسيحية إذن أدخلت في العقول مع مرور الزمن فكرة الأخوة الإنسانية الشاملة من غير تمييز ولا فرق بين شعب وشعب. بما أن السيد المسيح حررنا كما يقول سفر الرؤيا، حررنا فدانا من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان، حررنا لا تعني فقط أنه نحن من كل شعب وقبيلة وأمة ولسان، بل تعني أيضا حررنا من القبلية، حررنا من التعصب، حررنا من النعرة اليهودية التي كانت تعد اليهودي أفضل وأسمى بنظرة فوقية من الجويم. جويم يعني الوثنيين، ويبدو أن جويم مأخوذة من كلمة جوفا، جوفا يعني جيفا، يعني جثة، الجثة المنتنة، يعني أنه بالنسبة لليهود في التلمود الجويم هم جثث منتنة. وكما ورد في سندرين، سندرين يعني مجمع اليهود أو محفل اليهود وغيره من كتابات التلمود، أنه إناث الجويم نجسات منذ مولدهن. وأيضا ورد في التلمود أنه أطفال الجويم، أطفال الجويم هم حيوانات، كما ورد أيضا في أحد النصوص التلمودية أفضل الجويم يجب قتله، أفضل الجويم يجب قتله. طبعا هنالك تفسيرات يهودية خصوصا أمريكية للتخفيف من هذه النصوص التي يجب ألا يكون لها وجود أصلا، يعني كما أنه في الإنجيل الطاهر ما فيش ولا أي تمييز بين اليهود والوثنيين، كما يقول القديس بطرس البابا الأول وفي زيارته للروماني من الفرقة الإيطالية الضابط كورنيليوس أعمال رسل الفصل 10، أيقنت أول هنا أنا فعلا أيقنت أن الله لا يميز أحدا على أحد، بل أي إنسان من أي أمة كان يرضيه ويعمل الخير أو يعمل الخير يكون عنده تعالى مرضيا. وبيقول أن السيد المسيح هو باندوس إستين باندون كيريوس الذي هو سيد الكل، الذي هو رب الكل، رب الكل مش بتفوق بل رب الكل بأنه ساوى بين جميع الأمم. إذن النظرة الفوقية أي الشعب المختار، مار بطرس الرسول أمير الرسل بيقول للمسيحيين الأولين في رسالته الأولى فصل 2 آية 9، لم تكونوا أمة أما الآن فشعب الله، لم تنالوا الرحمة أما الآن فنلتم الرحمة. فنحن إذن أمة مقدسة، إحنا كلنا كل الشعوب أمة مقدسة، شعب مختار، كهنوت ملوكي، كل الشعوب مش بس شعب واحد. أنتم الذين من المسيح اعتمدتم، الرسالة إلى أهل غلاطة فصل 3 آية 26 وتابع، أنتم الذين من المسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، فلم يعد فرق بين يهودي ويوناني، ذكر وأنثى، عبد وحر. على فكرة الكنيسة المسيحية قضت على العبودية، وفي الإنجيل المقدس ما فيش تشريعين مثلا في الزواج أو في الحياة، تشريع للعبيد وتشريع للأحرار، بالعكس كلنا أحرار. عشان هيك في اللغات الأجنبية دائما وفي العرب نقول السيد السيدة، لأنه فيش مضلش عندنا عبيد مثلا سينيور بالتلياني، مسيو بالفرنسي، مدام يعني سيد سيدة، لأنه ما ضلش عنا عبيد وما ضلش عنا إماء، ولا تشريع في الإنجيل يميز بين الأحرار والحرائر من جهة والعبيد والإماء من جهة أخرى. أيضا إذا بدنا نيجي لقضية إذن القيم المسيحية، قيم المسيحية إذن الأخوة الشاملة، المساواة، هذه القيم التي نادت بها الثورة الفرنسية سنة 1789 وكأنه هي أوجدتها وهي اخترعتها، لا، هذه القيم موجودة في كتاب واحد مكون من 27 كتيب اسمه العهد الجديد،
في إعلان إنسان واحد هو يسوع الناصري ابن مريم. نأتي إلى قيمة أخرى مهمة جدا، هي اللاعنف، اللطف. هذا المفهوم الذي أدخله السيد المسيح بكل قوة، بدي أقول بكل عنف، كرز السيد المسيح باللطف وقال للقديس بطرس البابا الأول في بستان جسمانية إنجيل متى 26 آية 52: يا بطرس أغمد السيف، لأنه من أخذ بالسيف بالسيف أيضا يهلك. مش بس اللطف في نشر المسيحية، اللطف في التعامل مع الناس، اللطف بين الدول. الملائكة شو أنشدت فوق سماء بيت سحور؟ المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، مش الحرب. أيضا مبدأ احترام الحياة بشكل مطلق. يعني في العهد الجديد بصراحة، في العهد القديم عفوا، نجد نصوصا تشريعية موسوية كانت لذلك الشعب المتخلف البدائي مع احترام الجميع، اللي تأمر بالقتل. قتل مين؟ يعني عقوبة الإعدام لمين؟ الإعدام لليهودي الذي لا يختن ابنه، عقوبة الإعدام للي كان يلعن والديه، عقوبة الإعدام بالرجم للزنا، غير عن عقوبة الجلد اللي كان كثير مرات يأتي أيضا بعدها الموت. بدون مؤاخذة كان في العهد القديم على الأقل في النصوص عقوبة الإعدام للذي يجامع امرأة أو فتاة وقت الحيض، أي وقت بدون مؤاخذة. يعني عدة حالات وعدة مخالفات أو تجاوزات تعاقب بالموت، عقوبة الإعدام. السيد المسيح ألغى عقوبة الإعدام وأخذ بالشكل المطلق الوصية الإلهية لا تقتل، حتى المشرع، يعني المشرع الديني والمشرع الحكومي يعني المدني في المسيحية حسب الفكر المسيحي مش لازم يحكم بالإعدام على أحد، إنجيل يوحنا فصل 8: وأنا أيضا، قال يسوع للمرأة الخاطئة، وأنا أيضا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. ليه؟ هذا ليس لتشجيع الخطيئة، ألا مش بس ألا اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. بدل الإعدام في الحكم المؤبد، والحكم المؤبد كثير مرات هو أصعب من الإعدام، إعدام لحظات ويعدم وخلص. ولكن إذا في غلطة كيف ستعوض عن الغلطة؟ إذا أعدم إنسان بدل واحد ثاني، ولو ظهرت الحقيقة بعد 70 سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد دقيقة، كيف بدك تعوض؟ كيف بدك تصلح هالغلطة، هالغلطة المميتة، هالخطيئة المميتة؟ إذن بتقول لي طيب هاي الكنيسة أعدمت ناس، في الولايات المتحدة في حكم بالإعدام كمان. الولايات الكنيسة كتصرفات بشر كان فيها حكم إعدام. على فكرة اليوم الكنيسة لا تحكم بالإعدام على أحد، فيش إلها صلاحية، وتخلت إما مكرهة أو عن طيب خاطر عن أي صلاحية مدنية، زي ما كانوا اليهود يقولوا لبيلاطس: لا يحل لنا أن نقتل أحدا. إذا الكنيسة بتقول لي اليوم الكنيسة لا تعدم أحد، إذا الكنيسة أعدمت أحد فهذا كان مش في العقيدة غلط، كان تصرف غلط. وربما أنه كثير مرات سيثبت لنا تاريخيا في محاكم التفتيش أنه مش الكنيسة هي اللي كانت تحكم بالإعدام، بالعكس. بس هذا موضوع ثاني ممكن نحكي عنه غير مرة حتى ما نطول عليكم. المهم الولايات المتحدة، طيب سياسة الولايات المتحدة هي ضد المسيحية، إذن
مين اللي بحكم الولايات المتحدة؟ أليس اللوبي الصهيوني الذي لا يتعدى اليهود في الولايات المتحدة لا يتعدى عددهم 3%، أقل من 3%. مع الأسف ماذا نجد؟ كل سياسة الولايات المتحدة هي ضد المسيحيين في الشرق الأوسط، هي ضد القضية الفلسطينية، مع أنه ونعرف قديش في مسيحيين فلسطينيين، بل المسيحيين الفلسطينيين هم أساس الشعب الفلسطيني ونواته الأولى. إذا هذا مش مرجع. معظم الدول المسيحية ما فيهاش عقوبة بالإعدام. إذا نسمع نشرة أخبار اليوم ولا يعني نسمع نشرات الأخبار، ماذا نجد؟ نجد على الأقل في القرن العشرين نجد انه تغلغلت في البلاد المسيحية والبلاد غير المسيحية القيم المسيحية، شئنا ام ابينا. وانا بقولها بدون اي انتفاخ صدر. شو هي القيم المسيحية؟ الأخوة الشاملة، المساواة، الحرية، العلمانية. كمان فكرة العلمانية يعني فصل الدين عن الدولة، هاي حكاها السيد المسيح: أدوا ما لقيصر لقيصر، ما لله لله. شريعة الزوجة الواحدة شريعة مسيحية. ونحن بنعرف أنه أيضا في النصوص القرآنية، ما بديش أتطفل على ما ورد في القرآن في سورة النساء الجملة الثالثة، انه يعني تعدد الزوجات مرهون بالعدالة بينهم، ان لم تعدد فواحدة برضو زي ما قلنا. فبديش يعني اتطفل على القرآن ولا على المفسرين، انما كمان الطلاق في الاسلام هو من ابغض الحلال. يعني اذا احترام الحياة، عدم قبول عقوبة الإعدام، مش إنه حتى نسمح للشر يسرح ويمرح، لا، بل يعاقب عدا منكم المجرمون ولكن بالسجن المؤبد. وأكرر إنه السجن المؤبد كثير مرات أقسى وعلى الأقل أطول من عقوبة الإعدام. يجب في كثير نقاط من اللي حكيته بدها مراجعة، مش بس بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للتاريخ. شو عملت الكنيسة في التاريخ؟ رغم كل التشنيع الذي تلاقيه الكنيسة خصوصا اليوم في الشرق والغرب. خلاصة الكلام ما كتبه جان جاك فالتر، وهو كاتب فرنسي شديد الذكاء وعميق التحليل: لما في إشي مكتوب في كتاب مقدس تؤمن به الشعوب، عاجلا أم آجلا ما موجود في الكتاب المقدس يؤثر على حياة هذه الشعوب ويغيرها. مثلا الشعوب الجرمانية، شعوب شمال أوروبا بالذات الشمال، هذول كانوا مجرمين وحوش، الفيزيغوت والأستروغوت والغوت. يعني أو مثلا جماعة أتيلا اليونيين كانوا يقولوا عنهم إنه محل ما بمرقوا العشب ما بعاودش يطلع. تطلع عليهم من وقت ما صاروا مسيحيين، ولا صاروا من أكثر من أشد شعوب العالم تحضرا ولطفا وثقافة وحضارة وتمدنا واحتراما لحقوق الإنسان. شو كانوا هدول؟ مجرمين أكلت لحوم بشر. في البلاد المسيحية أيضا على علات سكانها، في الشرائع، في دستور، في دساتير الدول، ولا شريعة الزوجة الواحدة، مع أنه نعرف أنه الذكر ميال أحيانا كثيرة إلى الإكثار من الزوجات على هواه. دخلت في دستور الدول، في مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في فرقة شاذة عنها حاولت انه بتدعي المسيحية، ولكن القانون
الفدرالي أجبرها وأجبرت أنها تغير موقفها سنة 1870 أو 1880. سيداتي سادتي، هيني بقول لكم سيداتي سادتي، هاي الفكرة، هذا التعبير سيداتي سادتي لا يأتي إلا من مصدر واحد، هو السيد المسيح اللي قال لنا لا أدعوكم عبيدا بعد، بل أحبائي بل أصدقائي. سيداتي سادتي أيها الأصدقاء جميعا، نحن كلنا إخوة، ونستطيع كلنا أن نقول أبانا الذي في السماوات. هذه هي حضارة المحبة، كما كان يقول الطباوي الراحل العظيم البابا يوحنا بولس الثاني. وشكرا لإصغائكم.